ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معايا في قناتي. إن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم واحد تحلية كتجي باردة، يعني بلا فران، ما كطبش في الفران، اللي كنحتاجو فيها الحليب، كمية ديال الحليب، تقريبا يطرو ديال الحليب على حسب القالب اللي عندك. عندي هنايا البسكوت ديال المارشميلو، كيكون في الوسط فيه المارشميلو على هكا، الا ما كانش هذا دير غير هذاك اللي فيه الشوكولات في الوسط، ولكن هذا كيعطيه واحد المذاق زوين لهاد التحليه هذه. كنحتاجو 3 د المعالق ديال السكر سنيده، ديما على حسب الحلاوه، تقدري تنقصي الحلاوه، واحد الفلون فاني، الا ما كانش الفاني ديري ديال هذا ديال الكراميل، الا ما عندكش الكراميل ديري ديال الفاني، ماشي مشكل. هنايا 2 معالق ديال مايزينا. بالنسبه لهاد الطبخه غادي تكون الطبخه الاولى، يعني غادي تكون شويه كبيره هاد الطبخه، وغادي نديرو مع واحد الطبخه رقيقه اللي غادي نحتاجو فيها الليمون وكميه ديال السكر وكميه ديال المايزينا. يعني غادي نجيب مايزينا اخرى، والسكر حتى هو غادي ندير واحد معلقه ديال السكر باش نحافظو على الحلاوه الطبيعيه ديال الليمون. ندوزو دابا ان شاء الله للطريق. غادي ناخذ الحليب، غادي ندير فيه الفلون، غادي ندير سنيده، كلشي نديروه بارد، عاد كنديروه فوق البوطه، كنديرو مايزينا، كنحركو هذا الخليط مزيان على برا قبل ما نديروه في البوطه حتى كيدوب، حتى كدوب لينا لا مايزينا باش ما تديش لينا كويرات. دابا غادي نديرها فوق البوطه حتى كتعقد، غادي نتلاقاو باش نكملوا الطريق. انا هنا درتو فوق البوطه، صافي غير كنحس به يعقد، وكنطفي عليه تقريبا واحد 3 دقائق 4 دقائق قبل ما يعقد لنا الخليط، وكنطفي عليه. هو الفلون بعد ما طاب، صافي انا طفيت عليه. غادي ناخذ هذوك البسكوت ديال المارشميلو نقطعو غير على 4، وكنديرو هذاك الخليط، ديرو غير على 4 باش يبانو دوك لي مورسو، مبغيناش يجي مفرتت. حتى هذا الكبير هذا نديروه، راه موجود في المحلات بحال هذا البسكوي هذا اللي فيه المارشميلو لداخل، كيعطيه واحد المذاق زوين لهاد التحليه هذه. كنحركو غير شويه، وهذاك الشوكولات اللي كان في داك البسكوي كيدوب، هو كيتبدل اللون ديال الفلون، كيولي بحال ديال الشوكولات. انا خديت هذا المول هذا اللي كيتحل، تقدر دير اي مول عندك، ولا ما عندكش بحال هاد المول هادو تقدر ديرهم في كيسان، يعني ديروا كل واحد وكاس ديالو. اخويو صافي، كنخليو هذا في المول حتى كيبرد وكيشد راسو مزيان، وكنديروه في الثلاجه، عاد كندوزو للطبقه التاليه ديال الليمون. انا نديرو في الثلاجه باش يشد راسو شويه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الطريقه ديال الليمون. هي التحليه ديالنا، صافي دابا راها شدات راسها، دابا نقدرو ندوزو للطبقه التاليه اللي فيها كاس ديال الليمون كبير، كنضيفو سنيدة على حسب الحلاوة. أنا هنا غادي ندير غير معلقة وحدة، وندير 2 معالق ديال مايزينا، وكنحركو كالعادة حتى كيدوب، حتى كدوب لا مايزينا عاد كنديرها فوق العافية.
صافي نديرها فوق العافيه تشد راسها ونطفي عليها ونطلقها. انا درته فوق البوطه حرك عليه ديما التحريك حتى كيشد راسها. هو من بعد ما عقد تولي بحال هذا الشكل هذا. نجيب المول ونخلي عليه هذا الخليط هذا. هو كيغطي كاع دوك المارشميلوات من الفوق كيغطيهم، بسكويت ديال المارشميلو ما كيبقاش كيتغطى. نخليوه يبرد عاوتاني واحد شويه عاد نقدموه. ها هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا كيفاش كتجي. كيجي جوج طبقات، درت لها شويه ديال داك البسكويت اللي بقى ليا ديال المارشميلو، درت له شويه ديال صوص ديال الشوكولاته من الفوق. تزين على حسب الرغبه اللي عندك كما بغيتي. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها عفوا وتقادوها لوليداتكم، وراه كتجي زوينه وبنينه مع الليمون كتجي زوينه. وشكرا لكم على المتابعه والى فيديو لاحق بحول الله.